هذا وتتواصل الجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة فيروس كورونا عبر تكثيف حملات الفحص العشوائي للوصول إلى الحالات القائمة بسرعة الممكنة وسرعة علاجها وتقصي المخالطين، وسط التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي. تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تكاتف المواطنين والمقيمين مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات المساندة والمكملة له، وبالتوازي مع الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة، تستمر الحملة الوطنية للتطعيم على وتيرة متسارعة، حيث تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن أكثر من 174 ألف شخص، وسط جهود حثيثة لوزارة الصحة لتكثيف عمليات الحصول على جرعات اللقاحات من الشركات المنتجة وتأمينها في مواعيدها المحددة. وجدد الفريق الوطني الطبي الدعوة لكافة أفراد المجتمع وعبر المنصات الرقمية للإقبال على التسجيل للتطعيم لما له من ضرورة في التعامل مع الفيروس. أهمية اللقاحات هي فعلا تكون توفر لنا الحائط المنيع لهذه السلالة أو لأي سلالات أخرى، فمن هذه اللقاحات إحنا يعني نتمنى منها تكون مناعة قوية لجسم الإنسان لمحاربة أي سلالة جديدة أخرى. إذا لم تبادر بالتسجيل لأخذ اللقاح إلى هذه الفترة، بادر في التسجيل لأخذ اللقاح، وإذا أخذت اللقاح سوف يتم الاتصال بك لأخذ اللقاح وللتذكير. اللقاح جرعتين، جرعة واحدة غير كافية، أخذ الجرعة الواحدة من غير الجرعة الثانية كانت أحد الأسباب اللي أدت إلى تحور هذا النوع من الفيروسات. ولسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها، كثفت وزارة الصحة وتيرة الفحوصات اليومية تعزيزاً لعمليات الكشف عن الحالات الجديدة وتتبع أثر المخالطين. كما سيتم زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين، وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها. يأتي هذا فيما كثفت حملات إنفاذ القانون والحملات التفتيشية على المطاعم والفنادق والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية في ظل تعليق تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي لمدة 3 أسابيع. فإن وزارة الداخلية أيضا تعمل على تكثيف حملات إنفاذ القانون وكذلك الحملات التفتيشية على المطاعم والفنادق والمحلات التجارية عبر فريق مكون من الجهات ذات العلاقة. بلغة الأرقام تواصل مديريات الشرطة في المحافظات وفي الإدارة المعنية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، وكذلك الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي. إنما حققه الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات المساندة يستوجب من الجميع المواصلة بحذر من أجل مجتمع سليم ومعافى، وعلينا جميعا المواصلة بحذر من أجل البحرين من خلال التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، باعتبار ذلك واجبا وطنيا من أجل الحفاظ على صحة المجتمع.